أنقذ جدا الأستاذ أحمد، فعلوا مع العراق فعل تموز. من كان يعتقد أن إسرائيل تتجرأ بقصد الرباط، ولكنها فعلته. صحيح الظروف مختلفة، إيران الآن راح يختلف عن وضع العراق في تلك المرحلة، ولكن أنت تسألني إسرائيل ممكن تسوي، ممكن تسوي إسرائيل يعني شنو خايفة مثلاً، وهي يومياً تستهدف. ولكن الأمر يعني أنها تعتقد أن وصول إيران إلى مرحلة القدرة على إنتاج قنبلة نووية هي نهاية المعركة أستاذ أحمد. يعني إسرائيل بعد هذه المرحلة سوف لن تتمكن من مواجهة إيران، ومو فقط إسرائيل، حتى المجموعة الحليفة الإسرائيلية سوف لن تستطيع. هذا سلاح رادع، إيران ستعلن دخولها للنهاد النووي رسميا. واحنا عندنا مشكله باستراليا مع الصين، غواصات بالوقود النووي. استراليا اعترضت على الصين وقالت نحن لن نكسر قواعد حظر الانتشار النووي العالميه، الاسلحه النوويه العالميه، لان اليورانيوم ياتينا مخصب من امريكا ولم يخصب على اراضينا. والصين قامت الدنيا ولا تقعدها سيدي، فما بالك بقدره دوله شرق اوسطيه مثل إيران معادية لكل يعني لا شرقية ولا غربية. فهمت شلون؟ هذا أمر مرعب بالنسبة لإسرائيل. فهذا الأمر يتجاوز حدود القواعد الثلاثة التي تبني عليها أمريكا استراتيجياتها بالشرق الأوسط، واللي أولها أمن إسرائيل النفط الجغرافي. هذا الأمر لا، أمن إسرائيل إسرائيليا مش أمريكيا. يعني وجود قنبلة نووية عند إيران يعني نهاية إسرائيل، هكذا فكر إسرائيل. أضيف إلى وجود نتنياهو، يعني أنا أمر أيضا يعقد المشهد، لأنه شخصية صدامية وليس شخصية دبلوماسية.